هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين السلام عليكم. السلام على الشعب المطبر. طابور 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 الرواتب وطابور الغاز وطابور البنزين، ولا سلم ولا رحم من تسبب بها وقا يهدد ويتوعد ويتهم كل من قال له لميليشيات ولا طابور خامس. إذن سلام عليكم من طابور الغاز إلى الطابور الخامس. موضوعوا يتقنبع يا جماعة، كل يومين ويتشقن على الكاميرا وهاتوا نرزعكم ساعة ونص هدرة. وعبدو عادك بتخلينا نستضي غيرك، شكله ضاق حاله بالقرف، طفش في الكهف الانفرادي، أمانا إنه مسجون. نتضامن مع الشخوة، الحرية للحوثي، أطلقوا سراحه يخرج بين خلق الله يشوف كيف وليش وين وصل حمران العيون. طيب ارسلوا له حسن زيد يقابره ينفهه قليل، مش كل شي علينا، مكرتن مغيب في ضغاطة وأول ما يفوق من الغيبوبة هاتوا الميكروفون ساعة الأكسجين وهات لك بر 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 ساعة ونص. قال إيش؟ توعية الغناية بالنشاط التوعوي في الجامعات والمدارس والمساجد والمقايل والمناسبات والتفاريط والشكمة والولاد. ايش ده يا شخوان؟ اخر جهات اشتغل دلاله بالبقشاه ومن تفرطه للثانيه وتوعي بالخرافات والخرق زي كذا. هذا طبعا في جامعه صنعاء. اعرفكم على فاطمه الزهراء حق الحوثيين. اما السيده فاطمه بنت نبي الرحمن رضي الله عنها وصلوات وسلامه على والدها فلها كل التبجيل والاحترام وكل الصحابه، ونستغفر الله استغفر الله من هذا البهتان والدقد. بس عشان تشوفوا ايش يعني التوعيه حق الحوثيين واستغفالهم للعقول واستهتارهم بالرموز الدينيه. هذه الخرقه نعم هي جدات الحوثي وتحمل رساله لليمنيات، نعم من ابوها وزوجها ووصيتي في الصندوق. فاكرين الصندوق؟ تقول شدها يا ليدي اللي تحت الخرقه. قرا حقك الايمان قوي وتمخض عن هذه الفكره الهبلاء والصندوق لاستعطاف النسوان. قلت لكم حتى المهازل تخجل من هذه الجماعه، ما بقوش ولا خلوا. الى فقره ايش قالوا؟ اعتذر منكم على اول خبر، هذه المره مش من اليمن انما من سوريا القريحه، وهي مجزره وحشيه بالغازات لنظام المجرم الاسد، حصدت ارواح المئات في خان شيخون. ما عنديش اي تعليق غير ان لله وانا اليه راجعون، وربنا ينتقم من كل مجرم يفرق على سوريا واهلها. بس تخيلوا لو ان التدخل في اليمن تاخر، ان هذا بالضبط وابشع بيحدث باليمن ايضا على يد الحوثه والمخلوع وميليشياتهم بدون اي تردد. ياها ولو بقيت لهم طواير بس كان بتشوفوا الابداع الميليشياوي وقدرة قاموا بكل ما عندهم من صواريخ مذحلات يمين وشمال ولافوا كل مدينة وحي. إنما ربك سلم وعادك تلاقي مطشش يمكنك مع يا رجال. أيها شبكم شبكم بالميتين شبكم بكل أنواع الأسلحة. قد ربك سلم وقابلك من يذوق عظامك ويقلع انيابك واظافرك ولا فاتنا احنا نقبر بالقرافات ساع سوريا. قالوا انه يوم 4 ابريل هو اليوم العالمي للتوعيه بمخاطر الالغام. لا لا معليش يا جماعه اسمحوا لي، احنا مش بس يوم واحد، احنا طول السنه ونحنا نكره فيه ولا ناقص نوعي بمخاطر الالغام، خاصه النوع الاخطر والاكبر الطائفيه والعنصريه. الله يكون في عون اليمن عليه. بس هذا أبوهم كلهم والبقية لا تفاصيل. وعلى ذكر التلغيم
قالوا كمان أنه منظمة اليونسيف تدعم طباعة منهج طائفي وتدعمه بألف طين ورق. باب 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 باب. ليش كذا يا يونسيف؟ مدعمين من تجنيد الميليشيا للأطفال وقلنا ندعمهم، مدعمين من قتل الأطفال قلنا محايدين، ما رضيتوش تنتقلوا عدن خايفين من الحماق قلنا طبعهم كذا مو نعمل لهم، إنما تدعموا تلغيم عقول أطفال كذا قد اللاقنان. وإن قال ذاك اللي كان يعبر عن قلقه ليش غيروه؟ طيب الجديد ادعمنا يا حاج شوية قلق، قل لأصحابك ما يقعش ينتبهوا للجهاز سوامش القصة صرفيات ويسدوا. قالوا كمان القيادي المؤتمري عادل الشجاع اعترض على الخطاب الطائفي للشخوة قاهر الجرعة وعمل بلاغ للنائب العام، بس المشكلة انه ما عاد لقيوش نائب عام يتلقى البلاغ بعدما المؤتمرين ألغوا قرار تعيين البغدادي نائب عام. ويا بغرة صبي لبن صبي لبن يا شجاع، ما في بسخة من ال... شوف أصحابك في عيب أكلوها من الحوثيين للأسبوع. سدوا سدوا، أهم شي الصف، مدري الطابور الخامس لا يشطط. نرجع للمكبوت في كهفه، للشخوة اللي كل شوية ونبع يهدر. نعم ذي المرة طلع ليلة جمعة رقب ورقب سهل العجب، هدرة عاطفية جداً، خطاب حميمي متصاعد. يجب أن نقول أن هذا الشعب يجب أن يكون عزيزاً في كل الظروف، في كل المراحل، في مواجهة كل التحديات والأخطار، لا يقبل بالذل أبداً. قلت لكم خطاب حميمي متصاعد، مكبوت وناقص حنان. أين المرتبات يا عزة؟ هي 7 شهور وهذا الشعب في عزة للطراف. ها هي هذه العزة اللي قبتوها لليمنيين. مش من حقك، لا تلفوا مش من حقك، مش من حقك، مش من حقك، ما تحدى. والله ما دخلت طلبت طلبه، والله ما، والله ما دخلت، والله ما طلبت، ما تحدى، اتحدى 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 اتحدى. عزة طبيبة طعنتوها والتانية اعتديتوا عليها بس بعزة، ونهبتوا التلفون لأنها تطالب برواتبها هي وزملائها. هيا إيش رأيك تخلي لك العزة دي على جنب وتجيب الرواتب الناس يا زراط الدنيا والآخرة؟ والعزة هي عزة النفوس، عزة في النفوس تصنع الشعور والوجدان. آه قرحت الرواتب، ما دام فيها شعور ووجدان وخطاب حميمي متصاعد، رواتب 7 أشهر قرحت، بيصرفوها مشاعر دي المرة. أقول لك يا مكبوت يا لس الشعب قاوع، لا خليته مخضر ولا يابس، رواتب ونهبتوها على الموظفين، إتاوات فرضتوها على التجار وأصحاب الدكاكين والبوابي، جمارك تقمركوا من 2-3، الشعور والوجدان الشعبي تعبان، طبحان يشتي يصنع خبز، اصنع انت والمشرفين إباء وكافيهات ومطاعم، الناس مراعين تصرفوا رواتب، وانت جيت تصرف عواطف في جمعة رقب. أقول لك بلا تهريق وضحك على الدقون وتسبيل للعيون، الناس تصرخ جوع، فيبقى أولئك يصرخون على طول وعلى طول وعلى طول بتلك القضايا في محاولة منهم لإلهاء هذا الشعب عما هو أكبر وأخطر وأهم بكثير بكثير. ما نستحي قال على طول على طول، خلاص يا جماعة عيب على طول، أصرخوا له دي المرة على عرض يمكن يفهم. هذه رواتبهم ومصدر رزق أطفالهم، رواتب مقابل أعمالهم، مش من حق أبوك بتصرف لهم حقوقهم، أهم شيء أنت والمشرفين مطيرفين، يعني البقية طز. ومن عهده هذا الشعب اللي بهلهو ومنتظر من أينما لم عتقى سبحان الله، لا من انقلابين ولا من شرعية، بس عالذولة ساكتين ما يسبوش الشعب. يبقى البعض يصرخ في منابر إعلامية وفي منابر من المساجد وفي المناسبات والتجمعات الشعبية، ويصيحون بشكل وكأن أبرز قضية أو أهم قضية هي تلك القضية أو تلك، هموم داخلية أو شؤون داخلية.
محرق يقول الرواتب ومو بداخل يا قلت لي ها؟ الناس يصيحوا من الرواتب لهفتوها من 7 أشهر مش من الأمور الداخلية. إيش فهموك يا مغيب؟ إن الناس يصيحوا على إيش من أمور داخلية بالضبط؟ كلاسونات، صنافير في أماكن حساسة، حاجات ما تنقلش من أبو تمتص البلل وبقوانح اللهم أخزيك يا سيفي. حتى دي ما عادهم قادرين يشتروها في زمنك الأخضر. ما لي خرعت لهم البواسير قهر وغلب يا عبدو داخلية حسبك الله. طيب هموم داخلية وحاولنا نتخيلها، ايش عادها شؤونك الداخلية دي اللي بيصرخوا فيبي وزعلوك؟ وانتم مالكم، انتم مالكم يا شعب شؤون عبد الملك الداخلية؟ عب عليكم، خليكم في الأكبر والأخطر اللي مهلوش تتدخلوا في أمور الداخلية ليش؟ قلت لكم خطاب حميمي متصاعد، والمصيبة كمان ليلة جمعة. نطلع فاصل وانتم نيموا العيال، باقي بلاوي في خطاب الكبت العاطفي للمغيب هذا، ابقوا معنا. حيا ابوكم ومرحب. لو تتذكروا قبل الفاصل قلت لكم ايش؟ القوها على جنب، جنة الاطفال سرايرهم. مش بيدي والله يا جماعة، الطب هذا قام مكور بهدرة كله. هوبا، خطاب حميمي متساعد. العودي عشان ينسيك حقك ومظلومياتك مع اسلوبين اوسخ من بعض، يا يتهمك ويخليك تجلس تدافع على نفسك وهو يلهط الباقي، يا تكون تصيح من شيء وهو يجي ينتف اللي بعده، تقوم تنسي الاول والطالب بالثاني يقوم ينتف الثالث وكذا. ينهب دولتك تقول له لا يخطفك، يصيحوا عليك يقوم يقند ابنك للقبها، تلحق الولد تقول ابوها الدولة هات ابني، يقوم يقول براتبك خب، تنسى الولد والدولة وتقول طيب الراتب يا ناس ياهو من فين نعيش، ياي يقوم يقول لك كذا هدرفة 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 تحريض 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 تحريض. يا متفاجئ، محاولة جيدة لتميع القضية يا شخوة، بس لم تزبط معك، أداء فاشل مش مقنع خالص. شوفي 7 شهور بلا راتب من تحت رؤوسكم بينما انتم تتضارطوا بأسياء قاوقات والناس تشوف. العماد بعد العمارة القرآنية فتح إذاعة وتوعد عيني عينك تشتري رواتب. يوافق مجلس الراعي على شركة الاتصالات الحوثية ب 650 مليون دولار ولا ما فيش رواتب، والكلام ده كله يوصل للناس وما في شيء يتخبى، حيشتغلوكم. من يشتغل على هذا النحو هما هو منافق عميل يعمل لخدمة الأعداء بكل وضوح. هيا ناهيلك، زمان كانوا يقولوا صارخ وبهرر، الآن اختصارها حوثي. وطبعا بعد البهررة والنخفرة دي تتوقع نص المؤتمرين ما عاد يشتري رواتب، ممكن بس بيبقوا قليل صامتين. خذ الصدق مالك، هي 7 شهور من الجنان وابو عفشفش حيشعل لها قليل. وهو انسان ليس بمسؤول ولا يتعاطى بمسؤوليه، خسيس رجس بكل ما تعنيه الكلمه، منافق بكل ما تعنيه الكلمه، مخادع بكل ما تعنيه الكلمه. ما اقدر شلومك، بدي خسيس ونص، حقك العقف فيه وانت اخبر به. انما ليش مسكت الجنبيه لما ذكرته؟ للدرجه دي قدوه درك؟ مسك لك الجنبية يا ابو عفشفاش، لا تكثر بيت ها خسيس وتمسك له هذا. بس برضو الناس ضباحة وموقفك زي الزفت يا بسمك، يعني مش معقول تنهب كل الناس وتصارعهم كمان كلهم، صعب. إن لم تنهض الجهات الرسمية بمسؤوليتها فسيتحمل الشعب هذه المسؤولية ويتحرك بها في وجه الطابور الخامس. بدأ شغل النصر. إذا لم بدأ قال لك يا زعم إنه معارض والجهات الرسمية اللي كشحبه سرابيته حاجة وحاجة، والشعب اللي يسمع كلامه حاجة ثالثة، ودي العناصر الثلاثية بالإنزيم الفعال باتهجم على الطابور الخامس. أسمع يا عبدو تنقرة، شكلك ما تسكيش تحسب، أقول لك 7 أشهر والناس بلا رواتب، يعني قدهم الطابور السابع مش إلا الخامس. السابع يا شابع، السابع يا ناتع،
اجمع دومان انت والجهات الرسميه حقك، باقي لكم شعره. اكيد منتظرين للكلام الاهم جاي جاي. طبعا اساليب الحوثي السابقه نص نص، ما عاد فيش لهم مفعول مؤثر، فقام يستخدم اسلوب قاوقتي بلاس اي تي، وهو اسلوب تشويقي مؤثر. بدل ما يقول لك اسكت يا عميل مش وقت الراتب يا مرقف، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، لا زي ما قلت لكم خطاب حميمي متصاعد يخش في العميق. ليلة الجمعة تكون جمعة رقب، جمعة ديسمبر، جمعة ابريل، جمعة القيل، المهم ليلة جمعة والشعب مهيئ. اليوم هناك حرب كبيرة ومنظمة وتشتغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا ساتر يا رب، أيوة إيش تشتغل؟ وتشتغل أيضا في المناطق في المدن. ها؟ أقلقتنا. خير قول بلاش تشويق، خلاص خلاص نسينا الراتب، نسينا الراتب، اكشفهم يا قاهر الجرعة. عبر شبكات للإفساد المنظم. شبكات ومنظمة؟ هات هات قول وضح، لا تحرقليش أعصابي. شبكات منظمة تسعى إلى إسقاط الشباب والشابات في التعارف والرذيلة وإلى الإفساد الأخلاقي. أوبا سألتك بالله، خطاب حميمي متصاعد، تصدق يا شخوة أنك هبل للمرة الثانية لم تزبط معك. صحيح سحبت الأنفاس في البداية شوية بس برضو فاشل، وهذه القصة لم تصمد، لأنه حتى الرذيلة يا عبدو تنقرة، حتى الرذيلة محتاجة فلوس، محتاجة بياس، محتاجة زلاط، لأنه ما فيش رذيلة سلف زي حقك الإنقلاب ولا دعارة على الحساب لما تصرفوا الرواتب. عشان كده اطمن 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 على الشباب خالص، مش لاقين اللظى، البطون تقرقر قهور، يعني بعد فيلم أنا بضيع يا وديع ده كله لفيت لفيت ورجعت لمربط الحمار. أين الرواتب؟ الناس اشتوا ياكلوا بس، حتى الرذيلة متبرية منك وتقول لك اصرفوا الرواتب وبعدين سهل. وعبدو دعارة بكون صريح معاك للنهاية، قال المثل اشتي دمار ودمار اليمنيين وحالهم ومالهم كله بكرشك انت ومشرفينك، بلاش تدقها شرف وانت في الواحل. هناك شغل كبير جدا ولوحظ انه يزداد، مع كل ما ازدادت المعركة العسكرية يزداد الى جانبها هذا العمل. والله انه يزداد، شغل للحمية. شوف يا شخوة، انت تروح قدام المرايا وتصيح انا شخوة 10 مرات 15 مرة، يمكن تتحسن طريقة عمل الجزمة الشيك اللي ورثتها في دماغك. الحرب مصدر كل الرذائل وانت فرضتها ووصلتها لكل قرية، انت الرذيلة والشبكة والدعارة اللي جاي تتهم بعيال اليمنيين وتشوه سمعتهم في معاهدهم وجامعاتهم. الشرف زي الغنة في صوتك يا شخوة، مش لايق عليك ولا على فكرك ولا على ميليشياتك المنحطة. اين الرواتب يا لص؟ وش ولا نخص.